السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في لعبة جديدة اسمها Forever Skies. هذه اللعبة كنت منتظرها من زمان. هي عبارة عن لعبة إنه الأرض فيها مدمرة وانت راجع لهذا الكوكب. خلينا نشوفها مع بعض. بسم الله. الأرض اتدمرت، حروب، نيران، غبار. شوفوا هذا الكرة الأرضية. راجعين للكرة الأرضية. معدومة معدومة من أولى لآخرة. طيب أنا أرسلون للكوكب الأرض لأنه كوكب الأرض صار فيه فيروس، والفيروس أظن بينتقل. أنا لسه القصة ما هي واضحة عندي، فأبغى أجيب عينة من الفيروس. أوكي، فهذا المكوك اللي نازل فيه ناخذ. يا سلام الهيلينج. إيش في شيء ثاني كمان يتاخذ؟ ما في شيء. ما أبغى أترك المكوك قبل ما أخذ منه كل شيء، بعدين نجي عند الباب ونسوي له إيه إمرجنسي. أوف، ونتفنا الباب. واو واو، شوفوا العالم كيف اتدمر. أوه إيش في؟ خلينا نشوف أقرأ قصة. يقول لي في سجن، نروح السجن. شوف الأشياء الطائرة يمين ويسار والعماير المكسرة. واو، الدنيا وانعدمت، مرة انعدمت. أوكي خلينا نشوف إيش الطريقة هنا بنمشي. هذا جسر. إيش صار؟ إيش صار في العالم هذا المسكين؟ الأرض اندمرت والله. إيش يبغاني أدور؟ يقول لي أقرأ الداتابيس إيش فيه. أيوة، يقول لك هذا الطاقة وهذا الحياة وهذا الأكل وهذا الموية. هذا الشيء نعرفه. ايش هنا؟ ما في شيء نقدر ناخذه. ايش هذا؟ اوه ماشين بارت. خذ قطع ماكينه. خذ يا حبيبي خذ، لا تخلي لهم اي قطعه ماكينه. وايش الاسلاك هذه؟ ايش في اسلاك هنا؟ والله زل كهرباء هنا. لا لا ما في كهرباء اصلا. طيب نطلع من هنا، نخش من الباب، ندور على السيجنال. في جهتنا مقفول الباب. في شيء هنا، شكله من هنا المدخل. حلو، الباب هذا مكسر وحالته حاله. وهنا في كمبيوتر اشتغل. الله شكله هذا مكان. يقول لك يقول لازم تاكل. واحده من المهمات اني لازم تاكل. بس حصلت مكان. ايش مكان؟ الاشاره تيجي من هذا المكان، فيقول لي لازم تاكل ولازم تصلح الباور. يبغى له بطاريه. هنا يبغى له بطاريه، ندور بطاريه. ايش الملابس هذه؟ والله كانوا ناس هنا مساكين وصار لهم حاله. ايش في؟ اقرا يا حبيبي اقرا. يقول لك كانوا طيبين لين ما جاهم الفيروس وعدمهم. هذا ايش هذا؟ خذ علبة بيبسي ولا موية شيلها. ايوه افتح هنا. ايش في؟ ما عندك شيء. والله بس العالم كذا، احب العالم الكئيب. انا ما عارف انا فيها كآبة ولا ايه، ما داري، بس احب العالم الكئيب المدمر خطير شكله. شوف العمارة ذي كيف. واو والله عماير كبيرة، في اشياء تطير هنا واشياء هنا. هذا السيجنال، شوفوا هذا السيجنال. نحن جينا عشان السيجنال اللي هنا. اوكي خلينا نطلع الدور الثاني، لسه ما حصلنا شيء. ايش يقول لك؟ Do you remember the forest؟ الغابة. غابات اتدمرت وراحت، ما في لا غابات ولا تدمير، ما في الا اشياء هنا تطير. ايش هذا الاشياء تطير؟ اوف، يقول لي الاميونيتي، المناعة بتقل. ليه بتقل المناعة؟ انا سويت ما سويت شيء انا. يقول لي يلا كونسيوم، ناكل هذا البطيخة هذه ولا خربس؟ خذ يا حبيبي خذ. اوف جاني فيروس. يلا اني اكلتها وهي تعبانة. خذ. طيب شكله كان لازم نطبخها. وجاتني ايش هنا؟ خلينا نشوف ايش المرض هذه. فوتوفوبيا. فوتوفوبيا انه والله الاضواء تعورني. طيب كيور ذا فيروس. اداني مهمة اني ادور على كيور الفيروس. وهذا مسكين مسدع مسكين، شوف كيف والله صار وجهه كذا. طيب هذا الفائدة، طلعنا فوق هنا اخذنا. من هنا ناخذ الفيوز صح؟ عشان نحتاج الفيوز. خذ البطارية، خذ البطارية يا حبيبي. اخذنا البطارية، نرجع تحت. والله كانوا يزرعوا هنا خربز ولا ايش يسموه؟ خربز. انتوا ايش تسموه؟ انا اسميه، نحن عندنا نسميه خربز، وبعض المرات نسميه شمام. اوكي طيب نرجع نحط البطارية هنا. انفتح الباب، شفت اللمبة عند الباب فتحت. اوكي بس خلينا نشوف اول شيء الكمبيوتر ايش فيه. كلام كثير. هذه حملة جات عشان تدور على الفيروس وحصلت الفيروس. كان الفيروس هذا قبل 400 سنة حللوه، لكن في واحد اسمه نوه اتجنن واخذ الفيروس وشرد، ولا ما انت عارف. هذولا قائد الحملة اسمه اكسبيديشن. طيب هذا نوه بهذلهم. اوكي فنجي نفتح الباب هنا. ايش المهمة؟ شوف عندي مهمات هناك على اعلى يسار الشاشة. يقول لك دور، لازم نخش جوا. طيب وندور على العلاج. افتح الباب يا حبيبي. يا سلام. وخذ ماشين بارت، هذه كلها شكله حنحتاجها في كرافتنج. وهذا فريسكيت، حط. حلو خذ. نطلع فوق ولا نشوف تحت؟ اول شيء هنا في واحد مستدع مسكين. ايش المستدع؟ ايش الرسومات هذه؟ ايش الرسومات العجيبة؟ ايش في؟ نقرا يا حبيبي، اقرا القصة.
يقول لك نواه جاته أصوات في مخه فسجنوه هنا وقاعد يرسم. عادة اللي تجي أصوات في مخه هذا هو أساس البلاء، يمكن هو اللي كان على صح يعني. طيب شكله مات نواه هذا هنا، مسكين مسكين. طيب خلينا إيش نسوي نحن دحين، فين نمشي؟ نطلع فوق، نطلع فوق ونشوف إيش فيه. إيه. أوه أخيرا هذه السفينة حقتنا، تمام؟ هذه السفينة، سفينة هنا نتحكم فيها. سوق السفينة حبيبي، ما في إنجن، يقول لك ما في إنجن. طيب والله كثرت على المهام، كثرت على يقول لك دور على العلاج، أنا تعبان والله. شكله هنا في علاج. هذه إيش هذه؟ خذ القارورة، وهنا في موية وسخة نشرب منها. لا 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 لا، هذه أظن ناخذ نعبي الموية، ما نشرب، نعبي عبي 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 القوارير اللي عندنا. كم عندنا كونتينر؟ عندنا 5 كلها ديرتي ووتر. شوفوا حزود لي 20 موية لكن تنقصني 10 هيلت، لازم انظفها اول شيء. اوكي هنا ايش في؟ ايش هذا؟ خلينا اقرا. يقول لك الفراش والخضار اللي على الكوكب تعالجني على الفيروس. شوفوا هنا تحت، شايفين الفيروس عندي تحت، على تحت عند فوق الانرجي. فيقول لي خذ هذا انسكلور، اداني ايش؟ اعطاني طعم احطه، يقول لي وهذا خذ ماشين بارت. ناخذ الطعم هنا، ايش فيه؟ ناخذ اولد فود. اولد فود والله شكله اكل. ايش اللي اخذنا كمان؟ والله اخذنا شيء ما نداري حقت ايش. اوكي طيب هنا ايش نسوي؟ هنا في شيء، خذ اللي هنا، ممتاز. خلينا نشطف الدنيا كلها تشطيب، ما نخلي لهم ولا شيء هنا. اوه ايش هذه؟ خذ لا لا هذه ما فيها شيء. وهذا ماشين بارت، شكلها هذه الماشين حنحتاجها. نطلع فوق، نطلع فوق ونشوف ايش فيه. هنا في مويه وسخه، ناخذ نعبيها، نعبي خلاص. غلقت اللي عندي بس 5. وهنا ناخذ ايش هذا؟ ماشين بارت، ممتاز. وهذا واحد مسدح مسكين، الله ما انت داري ايش بو. اوكي خلاص كذا غلقنا، اخذنا كل شيء تقريبا، ما نبغى نترك لهم ولا شيء. مره المويه الوسخه في كل مكان، المويه الوسخه شكلها من المطر. طيب ايش المهام عندي؟ هذا والله هنا شكله تحت، هنا ما نقدر نخش. هنا في شيء جوا. اوكي وهذا ايش هذا؟ فابريكيتور، يقول خذ فابريكيتور حطه في الايرشيب. فين نحطه؟ نحطه هنا في والله صغير الايرشيب حقتنا، فين نحطه؟ يحطه هنا عند التحكم. طيب نحطه عند التحكم، حلو حلو تمام. هذا الحين المصنع حقنا، وانفتحت عندي وصفات. يا سلام، هذا انفتح عندي البويه، فتحت عندي والاكل واشياء، بس كلها حمراء. يبغى لها ايش؟ يبغى لها معادن. طيب ايش يقول؟ يقول لازم تسوي الديك اكستراكتور. ديك اكستراكتور فينو هذا لازم نسوي. من فين يبغى لنا 20 متل؟ فين؟ لا مو انسكت كاتشر، لا فين؟ ايوه هذا يبغى لي 5 ماشين بارت عندي، واحد ترانسفورمر. من فين اجيب الترانسفورمر؟ شكلي ادور على الترانسفورمر لانه هو مطلوب اني اسوي. اوكي وبعدين يقول لك حط هذا الطعم هنا عشان نعالج نفسنا. شوف هذا طعم، نحطه هنا ونقول له انزل يا حبيبي. ايوه خلاص حطيناه، نزل روح صيد لنا شيء. حطينا طعم ونبغى نصيد، اوه لا طيح بس، والله ما انت داري. حط هنا، هنا ايش نسوي؟ يقول لك انسيرت ممبرين انتو ذا ووتر كوندنسر. اوه شكرا وايل تو سي وات. هنا حطينا هذا الممبرين، طيب ايش يسوي؟ ويت فور ذا ووتر تو بي كوندنس اند درينك ات. اوه هنا مويه، هذا تحط تسوي لك مويه، جمع لك مويه. حلو حلو، جمع مويه هنا يا حبيبي، جمع. طيب هذا ما طلع الا والله، لا ما طلع، المفروض انه يبين لي انه طلع. اوكي طيب هذا ها تيك 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 هات طلع لنا شيء جميل. ايوه وايش هذا؟ ايوه ناخذه. هذا خس، هل يعالجنا الخس؟ والله شكله يعالجنا، الا والله تعالجنا وغلقنا المهمه حقت المرض، ممتاز. يعني لو مرضنا ناخذ ايش؟ ناخذ من هنا. طيب هذه حقت المويه حتطول، يعني كوكت فود از بيتر، يقول لك اطبخ الاكل عشان ثاني مره لا اكل الاكل وهو ايش. طيب هنا ما طلع لي مويه، طيب ما ادري يمكن يطول، ماني عارف. ايش المهمه الثانيه؟ لازم نسوي هذا. ايوه فين الترانسفورمر؟ ماني محصل ترانسفورمر. اوه هذا هو، يا سلام. هنا ايش في؟ اوه طالب لي مهمات، لازم احط الاشياء هذه كلها جوه السفينه، نجيبها شويه شويه. طيب خليني اول شيء اسوي جبت الكوندنسر، جبت الترانسفورمر، دحين ابني الديك اكستراكتور. يلا خليني نبني. يا سلام غلق، ناخذه. ايوه ايش هذا؟ فين نحطه؟ يقول لك ما نحط جوا، شكله نحط برا هنا مثلا. يلا حط كالوري وقمنا نجوع. هنا يبغانا نطبخ، والله يبغانا نطبخ. فين حق الطبخ هنا؟ هذا القدر ايش يبغى؟ والله ما عندنا اشياء. خلينا نشوف نستخدم هذا الاكستراكتور،
اكستراكت يقول لك ايوه اوبستكلز. اوه هذا ايش اخذنا منه؟ اخذنا منه ميتلز. وفوق ايش ناخذ منه كمان؟ ميتلز. وهذا ميتلز. يا سلام ايش هذا شيء؟ شفطناه اخذنا منه سينثيتك. اها هذا ناخذ منه ميتل. حلو ايش بو ما يروح؟ ايوه. وهذا ناخذ منه ميتل. شوف كيف والله اخذنا كثير وفتحنا الباب كمان. هذا ايش ناخذ منه؟ هذا شكله بلاستيكي. والله اخذته. هذا سينثيتك خلاص عرفنا. هذا بلاستيك ممتاز. هذا بلاستيك كمان رائع. وهذا ايش هذا؟ هذا ميتل. حلو حلو عرفنا. خلينا اشفط الدنيا دي كلها. ما اخذ هذا شكله قزاز صح؟ هذا شكل. يا سلام اخذنا قزاز. طيب ونغلق هنا. اول شيء ناخذ المنطقة دي كلها كلها. ايوه والله عملية شيل المعادن رهيبة بصراحة في اللعبة. شفطنا المنطقة كلها. في شيء ثاني يتاخذ؟ لا خلاص خلاص. الحين يقول لي روح ايش؟ خش للمعمل. هذا معمل وركشوب ممتاز. هنا ما اخذنا اوه عيب عيب عيب. اوه ايش المعمل هذا؟ خلينا نخش هنا. هنا ناخذ ايش؟ الفيوز اللي هنا والفيوز اللي هنا ممتاز. وهذا ايش فيه؟ كلام ما منه فائدة. ناخذ هنا ايش في هذا؟ ايه هذا الريسيرش. شوف كيف معلق. ناخذ يا حبيبي ناخذ. اظن نحطه في ايش؟ نحطه في انزل انزل. نحطه هنا. نحطه موجود في والله مرة صغيرة حقتها. مرة صغيرة. فين فين؟ بوزيشن بلوك. طيب ايوه. طيب حلو. هنا دحين ايش يقول لك؟ سوي نخش خش. كيف نسوي ابحاث؟ كيف نسوي ابحاث هنا؟ حطت مهمة البطارية. حط البطارية هنا. حلو ممتاز. يقول لك ابحث ايش؟ سكانر. فين السكانر؟ سوي سكانر. عندنا الاشياء المطلوبة خليه يسوي. والله خطير الجهاز. شوف يسوي سكان لسه. هذا يسوي بحث ما يسوي لك. يسوي لك انك تقدر تسويه انت في الفابريكيتور صح ولا لا؟ ممتاز ايوه. دحين خلاص انفتح عندنا. هنا نجي نقول له سوي لنا السكان. فين السكان؟ هنا. ايوه ايش المطلوب؟ مطلوب 20 سينثيتك، واحد ماشين بارت، واحد بطارية. الحمد لله انه عندنا بطارية. جبنا اثنين سوي لنا واحدة. ابى اشوف الموية هنا غلقت ولا لا؟ ايه بيك ريكواير ريكواير مدري فين راحت الموية. شوف هنا درينك ديرتي ووتر كمان. لا ما ابغى ديرتي ووتر انا ابغى شوف يجمع لك الموية الوسخة هنا. حلو حلو عرفت هذه وش وظيفتها. طيب خليني بس اخذ السكان. اخذت السكان. اوه خليني اسوي سكان دحين للاشياء. طيب يقول لك كل شيء يسوي له سكان. هذا مثلا ايوه كيف اسوي سكان كذا؟ حلو حلو فتحت لي والله. اوه كل ما تسوي سكان تنفتح لك وصفات. طيب نسوي سكان لهذا يا حبيبي. ايوه ايش يطلع؟ يقول لك امتي بوتل. اوه يعني بيوريك انه يحتاج امتي بوتل. ما في شيء يحتاج نسوي له سكان هنا؟ هذه الطاوله هذا الشيء ما في. شكله نطلع فوق هنا. نطلع فوق ان هنا ما في سكان. ما في سكان. نطلع فوق يا حبيبي. ايوه ونسوي اسكان للمنطقة الرهيبة. ايوه خذ هنا. هذا سوي له سكان. ايش فيه؟ ما يفتح لي. ما فتح لي صدقوا بس يوريك مكانه وكذا. حلو حلو. هذا الرجال سوي له سكان. ايوه الميت هذا مسكين. يقول لك هذا مهندس. مهندس حلو. طيب يعني نسوي سكان. ايش يقول لك؟ الحين المهمة اني اسوي بحث على ايش؟ على الانجن والفيول. فين الانجن؟ انا ماني شايف. هذا هو يحتاج 5 متل ويحتاج 5 سنتك. يلا اشتغل. ايوه سوي بحث هنا ممتاز. وخلينا نحن ايش الشيء ثاني كمان نسويه؟ في شيء ثاني نسويه قبل ما يغلق هذا؟ انا ما فتشت هذه المنطقة تمام. خذ المشين بارت. خذ المشين بارت. والله اهم شيء طلعت البطاريات هذه مره مهمه نحتاجها وما تجي وما نقدر نسويها او نقدر نسويها بعدين ما تدري. ما في شيء نسوي له سكان. هذا شوف حتى الاشياء هذه الطايره ممكن نسوي لها سكان. اوكي وتطلع معانا وصفات جديده. اوكي خلينا نشوف دحين نسوي الانجن. نحن سوينا له بحث. دحين نسوي الانجن. نقول له يا حبيبي هات الانجن اللي هنا كمان في وقود الانجن. نقدر نسويه كل شيء عندنا. حلو ممتاز والله بس خليه يشتغل خليه يصير. اول شيء هنا يبغالنا عشان نجيب المويه الوسخه. حلو نسوي كوندنسر. ايش هذاك الاشياء العجيبه؟ هذا ايش هذا؟ هذا ايوه هذاك الجديد. هذاك الجديد هذاك يقول لك دبري ميتل. يعني هذا له سينثيتك وهذا ميتل. شوف هذا اقدر اسوي له سكان برضو. اوه ايش طلع هذا برضو اوبجكت؟ صدق يبغالي اجيب هذا. اقدر اشيله؟ ايوه اشيله من هنا. حلو ونقدر نحطه هنا. حلو ممتاز. اوه والله المكان ضيق. كيف اوسع السفينه حقتي؟ ونخش نقول له كذا. نقول له هذا شوف المبنى هذا نشيله ابوه. ايش يطلع في هذا؟ ايوه ايش والله طلع ميتلز. شوف هذه ميتلز. حلو
والاشياء المدوره سينثتيك المدوره. شوف هذا ميتال برضو، هذا ميتال بس قزاز من فين جيب، هذا سينثتيك حلو. طيب خلينا نشوف ايش اللي طلع. طلع معانا الانجن، ناخذه ونحطه في السفينه. كيف نحطه؟ يقول لك هنا. طيب هنا نحطه. ها يا سلام، دحين هذا حيب... يبغى لي اجيب البنزين حقه. حلو حلو، نجيب البنزين نقول له سينثتيك، ايوه اشتغل حلو، سوي لنا بنزين ممتاز وننطلق بالطائره حقتنا. اوكي يلا خذها، ممتاز، نحط لنا طائره ممتازه هنا، نحط البنزين في هنا. طيب بس انا قبل ما امشي اشوف الجوع والعطش، عندي مشكله في الجوع والعطش. هنا ما تقدر تنزل لنا نجيب لنا شيء ناكله، وهنا اظن لازم نسوي لنا مطبخ قدر. القدر هذا ايش يحتاج؟ سينثتيك، نجيب سينثتيك عبال هذا ما يصيد لنا شيء عشان نطبخه. حلو شوف اخذنا سينثتيك، شوف اخذنا كثير. نرجع هنا ونقول له سوي لنا حق اكل، هذا قدر لازم نسوي لنا قدر قبل ما نمشي. اوف اوف اوف، جاء طلع معانا شيء هنا. ايش طلع معانا؟ ايش الشيء العجيب هذا؟ والله فراشه طلعت معانا، ما ادري. خذها يا حبيبي حنطبخها، الجوع الجوع، ايش نسوي؟ ناكل فراشه فين؟ ما في مكان والله المكان. مكان حكي عجيب صراحه. طيب روتيت روتيت، حطه هنا، ايوه نحط القدر هنا. اظن نحتاج نحط الفراشه هنا، واظن نحط المويه، لا ديرتي مويه، صدقوا لازم نسوي فلتر. ما سوينا فلتر؟ نبغى فلتر مويه، فلتر مويه فين؟ يبغى لنا سينثيتك، نصيد سينثيتك، ما عندكم مشكله. جبنا سينثيتك نسوي فلتر المويه. اهم شيء الاشياء الاساسيه هذه نسويها. ممتاز، غلق الفلتر، فين نحطه؟ نحطه هنا. طيب يعني هنا المويه الوسخه، نحط المويه الوسخه. حلو، نقول له هنا، شوف حطينا مويه وسخه هنا، اظن تتحول الى مويه نظيفه هنا، فنستناها تغلق. شايفين نستناها تغلق، يلا يلا المويه باقي لها شويه تغلق. شوف كيف المويه والله صارت نقيه الماء. حلو حلو، اخذنا كم قاروره؟ كلها هذه ايش؟ كلين، ممتاز. شايفين شربناها فزادت عندنا المويه. الاكل هنا نطبخ، نحط الاكل، اهم شيء الاكل والشرب قبل ما نسوي اي شيء. ايوه قفل القدر يا حبيبي، قفل القدر، اطبخ. مهمتنا يقول دحين نروح لمكان السيجنال هذاك، شايفين اللي ينور هذا؟ يلا حرك يا حبيبي حرك. يقول لك ايوه تمشي كذا قدام، ايوه حلو. الاتيتيود تطلع فوق بالشفت، شايفين كيف هذا كذا يطلع فوق. حلو، هناك نروح لذيك المنطقة، والسرعة خليها كم اعلى شيء، بعدين نسوي لوك للسرعة. حلو، ويلا اطلع فوق اطلع فوق. اوه غلقت الطبخة، خلي هذا يسوق عبال ما ناكل اكلنا. حلو، اخذنا الاكل، فين هذه الطبخة؟ فين فين رحنا؟ اوه مطبوخة فراشة تدي 40 اكل، يا سلام، امورنا طيبة كلها في الاخضر. اوف وصلنا المنطقة هذه، اطلع فوق. ايش هذا الفراش اللي هنا؟ والله مخيف، ايش هذا المكان؟ في شيء هنا يلمع. خلينا طب لا لا خلينا نوقف هنا. شوفوا كيف هذا والله شيء عجيب، هنا في احد جاء وطاح زي حقة السفينة. لا يا حبيبي خلينا نوقف هنا، نوقف هنا، ايوه وقف هنا، وقف، فك السرعة، انزل انزل بشوي، ايوه لا لا خلي السرعة كذا قدام وانزل بشويش بشويش، لا تتعور. يا سلام علينا، يا سلام، نشوف ايش فيه في الامن. يقول لك ايه؟ ايش كوميونيكيشن بوينت؟ ايش يقول لك؟ شوف هذه حقة الاستدي، هذا المنيو استدي، والله تفتح اشياء، في اشياء غلقت في اشياء ما غلقت. طيب خلينا ناخذ الاسكان نحن ذحين ونشوف ايش الاشياء هذه. هذه ناخذها البلاستيك، ناخذ البلاستيك، وهذا هنا في تور فوق، والله في اشياء عجيبه هنا، وهنا تحت في. طيب طيب اوف اوف، ايش الفراش هذا؟ سوي له سكان سوي له سكان، هذا ايش هذا؟ يقول لك ما هو خطر ما هو خطر. هذا ايش هذا؟ هذا حاط له ايش؟ خلينا نشوف ايش هو هذا الشيء، سوي له سكان. فتحت معانا وصفه، يزود السرعه حقت السفينه، صح السفينه والله بطيئه. خذ الاشياء هذه، الكتريكال كومبوننت، خذ الترانسفورم. اوه بطاريه مهمه مهمه جدا البطاريه. اوكي في شيء ثاني، هذا سوينا له سكان خلاص. طيب ايش في هنا؟ يقول لك اطلع فوق اطلع فوق، خلينا نشوف ايش في فوق. ممتاز والله امورنا فوق، اطلع هنا فوق، يا سلام. ايش هذا الشيء؟ في شيء تاخذ؟ هذه مويه وسخه؟ لا ما نحتاج، ولا عبي مويه وسخه عشان لا مليانه مليانه، صدقوا ما هي عندي قوارير، حطيتها جوة المطبخ هناك. اوه ايش في هنا؟ والله احب التجميع هذا، عشان تجيب مويه وسخه، وهذا ماشين بارت، وهذا داتا كارد. ايش وظيفته؟ ماني عارف،
ريكوير اير شيب بيلدر، والله ما انت داري ادي اخذنا وصفات، شكلنا اخذنا وصفات ممتاز. وهنا ايش فيه؟ افتح حبيبي، خذ المشين بارت، لا تخلي له اي مشين بارت. وهنا يا سلام حلو، خذ ريبير، هذا شيء حق الريبير. اوف هذا تصدق اخذنا اشياء والله ما عارف ايش هي والله. خذ جمع هذا، اظن تروح بالاكستراكتور. اوكي ننزل هنا دحين لانه اداني مهمه. ايوه انزل يا حبيبي عشان لا تتعور، خلينا سليمين. دحين بالجهاز نشفط المكان اللي فوق اللي ينور. ايوه نجي بالاكستراكتور هذا، يا سلام حط هنا، نقول له اشفط. ايوه خذ من هنا، يا سلام، وخذ هذا اللي هنا حلو، وخذ اللي فوق كل شيء، ما نخلي لهم شيء والله. بس البرج هذا ماني عارف ايش اللي يبغى. طيب ايش المطلوب؟ فوق خلاص شفطنا كل شيء تقريبا شفطناه. يقول دحين روح المكان في ضوئين، شايفين مكان في ضوئين؟ ماني شايف صراحة مكان في ضوئين. هذا ضوء واحد، فين الضوء الثاني؟ دور على المكان ابو ضوئين. والله المنطقة كئيبة جدا 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 جدا، كله ينور واحد نور، شايفين احد يولع نورين؟ ما ادري بصراحة. طيب بس في مهمة ثانية اني اسوي ايرشيب. لازم اتوسع السفينة حقتي، مرة صغيرة، خلينا نتوسع. حلو نخش هنا، نقول له في الابحاث اير بي. السلام، سوي اير بيلدينج يا حبيبي. ايوه سوي له ابحاث حقتها عشان نبني. طيب فين الدبل فلاشنج؟ ماني عارف، غلق الريسيرش. الحين نقدر نسويه، نقول له لا ما ابغى هذا جديد. اوه ايش ناقصنا؟ سينثيتك يا حبيبي، سينثيتك. تعال هنا نجيب، هنا نقعد نصيد في السينثيتك. فينهم؟ والله ما في اي سينثيتك هنا. خلينا نتحرك شوية، نحرك مكان الطيارة، يمكن نقرب على الطرف. ايوه على الطرف هنا، ايوه ما انا محصل. شوفوه السينثيتك هناك، خليه على الطرف كذا. ايوه وقف، انزل يا حبيبي انزل. ايوه انزل بشويش تسوينا. ايوه جمعنا، اخذنا السينثيتك. حلو اظن جمعنا ما فيه الكفاية. نسوي ذحين ايش؟ سلام، نبغى نوسع الطائرة حقتنا، نسوي طائرة كبيرة اكبر من هذه الطائرة. حلو. طيب يلا نستنى بس يغلق هذا، خليه بس يغلق. يا سلام، يقول لك غلق. اخذناه حق البناء. اظن ما تقدر توسع الا هنا ورا. خلينا ناخذ هذه نشيلها. ايوه يقول لك اول شيء فيه شيء جوتها، ناخذ البنزين اللي جوتها، وبعدين ايوه خذها. يا سلام، الحين نقدر نبني. ايش يحتاج؟ يحتاج سنتك. خليني ادور السنتك هذه، طفشتني. الانرجي حقتي بتنزل، لازم سرير، سوي لي واحد سرير. حلو يلا اشتغل عبال ما اجمع انا في المعادن السنتك. تمام غلقت المطبع، ناخذ السرير. فين نحطه؟ المكان ضيق مره جدا. ايوه فين نحطه؟ لا ايوه اقلب كذا. يا سلام، خلينا حتى المويه. فين المويه عندي؟ خذ المويه اللي هنا. حلو، واشرب. يا سلام، خلينا ننام دحين، انرجي حقتي صفراء. شوف بتزيد انرجي، شوف بتزيد. خلاص يكفي. يعني زاد انرجي غلق الاكل. طيب خلينا نبني دحين، نبغى نبني. المهمه اني ابني على الاقل، ازود شوفوا. يا سلام، كبرنا البيت. كم ايش يبغى لنا كمان؟ يبغى لنا سينثيتك كمان، لازم اكبر شويه يمين ويسار. خلينا لحظه اصيد. حلو، جبنا دحين، جمعنا. خلينا نحط لنا غرفه ثانيه. يا سلام، نجيب السرير هذا حقنا، وقف. ايوه شيله. ايوه نقدر نحطه في هذا المكان. والله الدنيا ضاقت عندي. الانجن لازم نحط الانجن، لحظه خلينا نحط الانجن، حطه كذا ورا. ممتاز، حطينا الانجن هذا، برضه نشيله حق الابحاث. خلينا نصلح القاعده حقتنا. ايوه كذا، يا سلام. ونحط السرير هنا، شايفين هنا نحط السرير. ايوه حلو، يعني امورنا دحين طيبه. نقدر ايش يقول لك؟ بيلد نيو وول، لازم نسوي وول. فين نسوي وول؟ كيف نسوي جدار؟ يبغانا نسوي جدار. شوف الجدار هنا برضه يبغانا سينثيتك. حلو والله، هذا دور عادي وهذا ويندو وهذا بلاستيك. طيب اسوي دور يا حبيبي، اسوي لكم باب تفصلني عن هذه المنطقه. طيب نسوي شباك ولا نسوي هذا؟ كيف يجي؟ لا كذا ما ينفع، اظن هذا شباك، لازم نحط باب. ايوه سوينا باب هنا. طيب كيف نجي هنا؟
يا سلام يا سلام، البيت الجميل حقنا. قفل يا حبيبي قفل. والله اللعبة شكلها إدمان. طيب يبغى لها يمكن أسوي بلاستيك دور كذا. طيب إيش هذا؟ قفلت على نفسي كذا، صار برا الجدار غريب. بس بيتنا كبر ممتاز. خلينا نسوي بنزين حلو. أنا ما أعرف هذا ليه كذا تكسرت هنا، ما أدري والله. والباب هذا كيف أنا فكيته وسويت باب وما أعرف كيف أصكه كذا، نصك هو ولا ما تدري. طيب خلينا بس احط البنزين وننطلق نشوف كيف. يلا حط حط البنزين اللي عندك هنا. اوه هذا لسه ما غلق، انا سويته وما غلق. ايوه خذه وايوه نحطه هنا، حطه هنا حلو ممتاز. يا سلام والله كبرت كبرت القاعده حقتنا. انا ماني عارف صراحه هذا، انا حطيت باب هنا كيف يعني كيف اقفل الباب الا كذا. اوه هذا باب ايوه هنا، معليش معليش كنت حمسح. اوكي الان ننطلق ندور على المنطقة اللي فيها نورين. هذا كيف اصلح الشيء اللي عندي؟ صدق انه عندي ريبير، عندي شيء اسمه ريبير. لحظة خليني اشوف. ايوه صلحت سويت ريبير ممتاز. يلا والله اللعبة رهيبة. خلينا ندور على المكان ابو ضوئين. اوه شايفين خلف هذا العمود في نورين قاعدين يغمزوا هناك، اظن المفروض نروح لهذيك النورين. طيب اعزائي المتابعين اظن يكفينا هذا القدر، قولوا لي ايش رايكم في اللعبه، واذا عجبتكم اعطوني لايك عشان نكمل في السلسله. وفي امان الله.